وعاد الدرن إلى حضن الوطن. أفسده الإرهابيون في المدينة، تأمين أحيائها والإيفاء باحتياجات سكانها المتراكمة لسنوات عجاف. نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين، وعودتها آمنة مطمئنة إلى حضن الوطن لتعم الفرحة كامل أرجاء ليبيا. انتصار للجيش الليبي ضد الإرهابيين في آخر معاقلهم في ليبيا يكتسي أهمية قصوى بالنظر لأهمية المدينة الاستراتيجية، فهي تقع على الساحل الشرقي للبلاد بالإضافة إلى قربها من الحدود مع مصر. وتحرير درنة يعني استئصال لإرهاب متوغل متغول في المنطقة، فالمدينة تعتبر معقلا تاريخيا للإرهابيين حتى في زمن نظام عمر القذافي. بعد سقوط هذا النظام سيطرت جماعة أنصار الشريعة بالكامل على المدينة بين عامي 2011 و2014، وبانتهاء عام 2014 شق مسلحون عن هذه الجماعة وسيطروا على المدينة بعد مبايعة داعش. تزامن ذلك مع تشكيل ميليشيات المسلحة مقربة من القاعدة تحالفا تحت اسم مجلس شورى المجاهدين، ليسيطر هذا التحالف المتطرف على المدينة في عام 2016. معركة أخرى ينتصر فيها الجيش الوطني لليبيا والليبيين ضد الإرهاب لتتعزز إنجازاته في الشرق الليبي، فقبل أيام فقط انتصر ضد المتطرفين في حرب الموانئ في منطقة الهلال النفطي، وباتت حقول وموانئ نفط المنطقة في عهدة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة في بنغازي، قرار اطمأن معه ليبيون إلى أن أهم مقدرات وطنهم باتت في أمان. لكنه لم يرق لأطراف أخرى غذت لسنوات مخططاتها المتطرفة في البلاد بمليارات النفط الليبي.